المخرجة السينمائية المصرية المعروفة إيناس الدغيدي. معنا في برنامج يوم سعيد المخرجة إيناس الدغيدي. صباح الخير سيدة إيناس. صباح النور، أهلا وسهلا بكم، وكل سنة وأنتم طيبين والعالم العربي كله طيب إن شاء الله. مرحبا بك في تونس وفي سوسة تحديدا، وإن شاء الله تكون مشاركتك باهية مع مختلف المشاركين في هذه الدورة في سوسة. الحقيقة مشاركة جميلة، ومبارح تم عرض فيلم البحثات عن الحرية، وفيلم من أفلامي. نعم. وتم تكريمي ومع مجموعة من السيدات المثقفات اللي عندهم دور مهم قوي في الإبداع السينمائي. وكان في تعرفت بعدد كبير قوي من السيناريستات والكتاب وكده، فده شيء يشرفني وبيقويني كامرأة معاهم يعني. بالطبيعة إيناس الدغيدي عندك برشا أفلام أثارت الكثير من النقاش والجدل وحتى الخصومات. عندك امرأة واحدة لا تكفي، هو عنوان مثير، استاكوزا دانتيلا عفوا أيها القانون. عندك كذلك فيلم لحم رخيص، زمن الممنوع، مجنون أميرة، التحدي، قضية سميحة بدران، مذكرات مراهقة، ما تيجي نرقص. يعني سيدة إيناس أنت مثيرة في حضرتك، عارفهم كلهم. إيه شفنا، مش الكل حقيقة، ولكن تبعنا وقرينا ونهتم بشغلك في السينما، وأنت امرأة جريئة سيدة إيناس، فمش برشا نساء كيفك. لا طبعا الجرأة ده شيء جميل، ويريد كل الناس عندها الجرأة دي، لأنه الجرأة يعني معناها أنت نقي وصريح وبتقول اللي أنت شايفه، ودي حاجة أنا بعتبرها هي اللي مميزتني. قد تكون جابت لي مشاكل كتير. أكيد جابت لك برشا مشاكل. أي أكيد طبعا، لأن أنت عارف المجتمعات العربية إلى حد ما منغلقة، يعني بيعيشوا منغلقة. هي مش منغلقة، هي منفتحة، ولكن لا يعني ما بتبينش ده، بتظهر دايما الجزء المنغلق، لكن في تصرفاتهم الطبيعية والعادية هم بشر، والبشر كلهم زي بعض. صحيح. لكن الجهر بالجرأة بيعتبروه سوء أخلاق، وأنا بعتقد إنه ده أي. وانا بعتقد انه دايما انا اقول ان احنا بنحمل جوانا اشياء وما بنجهرش بيها ابدا. انا اجهرت بالاشياء دي وبينتها، وبينت المساوئ اللي جوه النفس البشريه واللي جوه المجتمعات كمان، لان انا عندي قضايا بس مش خاصه بالبني ادمين، خاصه بالمجتمع بتاعنا يعني. أي. فكان طبعا، وانا امراه كمان، وظهرت في يعني ظهرت في وقت كان الحركة الأصولية كانت موجودة بشدة في مصر وفي العالم العربي كانت بدأة، فطبعا كان العنف علي كتير قوي، لكن الحقيقة أنا ما اهتمتش. يمكن أنا ربنا خلقني شخصية إلى حد ما صلبة، ما بخافش، وده على فكرة صفة، مش هقول لك إن أنا عملتها، ولكن هي صفة يمكن أخدتها عن والدي، فبالتالي ما أثرت. يعني تكوينك في العائلة هو اللي خلاك تتسلح بهذه الجرأة مثلا، ولا ده الحقيقة؟ رغم ان انا من عائلة، والدي رجل دين، يعني رجل مدرس لغة عربية ودين، وتربيت في بيت ديني، بس ديني منفتح مش أي. ديني منغلق يعني. أي. نعم. ولكن كان عنده هو الجرأة والحق وبيدينا. يعني والدك سيدة إيناس كان مشجعك بالحق. ده حقيقي. ده حقيقي، وكان رجل دين، وكان متفتح جدا وما كانش منغلق خالص. نعم. شنو تعليق والدك على بعض عناوينك كما امرأة واحدة لا تكفي؟ شنو تحب يعني اكثر من امرأة للرجل؟ الله يرحمه. لا هو الله يرحمه، هو الله يرحمه كان يعني شاف اول فيلمين ثلاثة ليا، كان منهم عفوا قانون، وبالعكس كان متشرف بيا في اول حياتي، ما شافش بقية الافلام يعني. لكن هي على فكرة امرأة واحدة لا تكفي كان تريقة على الرجالة وليست صف الراجل اللي نعم. أي. فما كانش مقصود بيها ان انا بمع الداد، انا كنت مش معناها انك تدعو الى انه الرجل يتزوج باكثر من امرأة. لا واضح. كما فيلم وما كانش على فكرة زواج،
أي. ما كانش زواج، كانت علاقات. نعم، كما فيلم لحم رخيص، واضح شو تقصد باللحم الرخيص. اللحم الرخيص هو لحم الفقراء اللي بيتباع للأثرياء، كانوا العرب، وكانت دي ظاهرة موجودة جدا في الوطن العربي أو يعني في مصر أكثر. أي. واللي كان بيبيع البنات دول أبهاتهم، يعني ما كانوش البنات ليهم دخل في القصة دي. نعم. وكانت ظاهرة موجودة، وكان عندنا قرى في مصر معروفة بكده اسمها قرية الحوامدية وقرية جنبها. فأنا طبعا استفزتني إن الأب يكون سبب في إنه يبيع بنته. هو طبعا بيبيعها بعقد زواج، ولكن هو بيع لانه هو مقابل ماده. صحيح. مش مقابل حياه. نعم نعم. طبعا برضو دي من الحاجات اللي كانت على فكره فيها تحقيقات كبيره جدا موجوده في مصر صحفيه، وانا اخذتها من ده، واخذتها من كتاب، من مقالات كانت كتبها نوال السعداوي عن الموضوع ده ورفضها طبعا له، وعملت الفيلم يعني. نعم. كانت عندك جرأة كبيرة أيضا في أنك دعيت سيدة إناس دغيدي للسماح للمرأة لكي تمارس المهنة الممنوعة في مصر، وتقول لابد الدولة أنها يكون عندها إشراف طبي على عمل المرأة الممنوع والجنائي، ولماذا تمارسه في الخفاء. إذن كيفاش تلقيت يعني رد الآخرين عليك؟ هو الحقيقة هو ما كانش رأي، هو ما كانش يعني أنا بدعو له. أنا كنت في إحدى البرامج وسألتني على توافقي أو غير توافقي، ما موافقة يعني، فقالت لي هل تسمحي بالدعارة؟ قلت لها بصي، السماح بالدعارة، الدعارة دي مهنة موجودة من قديم الأزل، مش مهنة. صحيح. موجودة في كل المجتمعات. موجودة في كل المجتمعات. قلت لها أنا من رأيي إن لما بتقنني الدعارة أنت بتحميها أكتر من إنك بتسيبيها في الخفاء، لأن نعم. حماية الدعارة فيها قوانين. أي. وفيها حماية للبنات، وفيها كشف طبي، وفيها إحنا شفنا الأمراض اللي جت من الممارسات الجنسية. فأنا بتكلم بصفة، قلت لها رغم إنه أنا أعلم إنه صعب في مجتمعاتنا إنهم يوافقوا النهاردة بده، وبالذات إنه كان في الفترة اللي فيها التيار الأصولي عالي جدا. نعم. وأنا اكتشفت إن أنا كانوا هم بيقولوا لنا بيدونا كده شوية حاجات تخضنا، فأنا قلت هخضهم، اشمعنى هم عمالين يخضونا بكلام غير وارد. أما أنت خضيتهم خضيتهم طبعا، وبس خضيتهم وجاء على حسابي، بس خضيتهم أنا يعني بدون ذكر اسم. انا جالي مكالمات من رؤساء جمهوريه. أيه. قالوا لي برافو عليكي، احنا ما نقدرش نقول ده ان انت قلتي ده. وما كانوش يتربصوا يعني بيك سيده ايناس؟ بس هو طبعا كان في شويه حاجات انا ما حطيتهاش في اهتمامي يعني. لما تخرج لشوارع القاهره باش تمشي تقضي قضيتك تعس على روحك يعني، ما نتصورك انك. لا لا لا. عمري ما حسيت الأستاذ ده حقيقي عمري، لأنه أنا اللي بشوفه من الناس تجاهي ممكن تكون رفضاني ظاهريا، لكن هم محترميني داخليا. أي نعم، وهذا مهم جدا. سيدة إناس دغيدي، أنت متخرجة من المعهد العالي للسينما عام 75 في مصر، وحاليا بالتأكيد تشتغلين على عمل سينمائي جديد. والله بس أنا اشتغلت على عملين سينمائيين جداد، وللأسف إنه العملين مرفوضين رقابيا، وده اللي محزنني جدا، لأنه هو فيلم اسمه الصمت، وبيتكلم عن العلاقات المحرمة بين الآباء والإخوات والأهل يعني. أي. اللي هو زنا المحارم. صحيح. فمرفوض رقابيا، ومرفوض كمان، ما فيش تحمس من المنتجين لهذا العمل. أي. وبيقولوا لك انه ليه ندخل في المشاكل، وليه بتدخلي في وانا على فكره ما بتكلمش عن العلاقه، انا بتكلم البنات اللي قابلوا المشكله دي في حياتهم. آه. بيعيشوها. نعم. ازاي بعد. نعم. كده يعني انت انا بقول ان ماضيه قدما في مزيد من الافلام الجريئه. يعني بص، ما هي دي، انا عملت افلام بسيطه ولذيذه، عملت ما تيجي نرقص، عملت استاكوزا، عملت افلام خفيفه يعني، ما عملتش الورده الحمراء. ساعات بيجي لي، عارف زي انت بالظبط لما بتروح تتفسح وترجع تاني لبيتك واصلك، فانا عملت افلام خفيفه ما بتضايقش منها. بس برضه في النهايه بقول انا عاوزه يبقى عندي
مخي اللي انا بفكر فيه، وقضايا مجتمعي وقضايا المرأة في العالم العربي وعلاقة الرجل بالمرأة، وكل ده بيهمني لأنه هو ده فعلا اللي انا بحبه يعني. نعم، كنت تتمنى انه عبد الحليم حافظ يشتغل معاك؟ يا ما لحقتوش خالص وما شفتوش، اي وكان نعرف. وده على فكرة مطربي المفضل لحد هذا النهارده، انا هو لا اسمع اي مطرب غير عبد الحليم، اي ده نعم مطربي المفضل ده حقيقي. بس انا الحقيقة ما يعني يمكن هو مات قبل يعني وانا داخل المعهد حاجة صحيح، كده، او قبل يعني لو كان هو موجود يعني كنت ممكن تقترح عليه حاجة في أفلامك؟ بس هو المطربين بيخافوا من الجرأة طبعا، لأن المطرب عنده جمهور معين أي. أعتقد يعني ده في مخه، فالمطرب دايما عاوز يطلع في الشكل الكويس للجمهور أي. والمغلوب على أمره ومسيرته الفنية وبتاع. ما أعرفش هل هيرضى كان يوافق على إنه يشتغل معايا ولا، لأن أنا كنت أحطه برضه في حاجات جريئة. أي نعم، شكرا إيناس الدغيدي، إقامة طيبة في جوهرة الساحل سوسة، إن شاء الله تتعرف على المدينة أكثر، وبطبيعة الحال وجودك في منتقى المبدعات العربيات عنده إضافة. وأهلا بك سيدة إيناس، ونقول لك يومك سعيد من الإذاعة الوطنية التونسية. أنا بحييكم وبقول لكم كل سنة وأنتم طيبين، وتونس دي حبيبتي من زمان، وأنا ليا فيها كده مكانة معينة. لما انا اخذت هند صبري في اول فيلم في مصر وبقت نجمه كبيره، في دايما مذكرات اهل مراهقه، تونس اي نعم مذكرات مراهقه، وهي صحيح شايله لي ده، وانا وعلاقتي بتونس علاقه جميله، وربنا يدومها على طول. شكرا إيناس الدغيدي.